ومن برج العرب إلى محافظة البحيرة وتحديدا دمنهور اللي شهدت فعالية مميزة نظمها التحالف الوطني ممثلا في جمعية نبيل الكاتب الخيرية لتكريم الطلاب المتفوقين وتوزيع ملابس ومواد غذائية على الطلاب محدودي الدخل فضلا عن إقامة كرنفال للأطفال. تعالوا نشوف هذا التقرير مشاهدينا ونعود لحضراتكم مرة أخرى. كرنفال للأطفال وتقديم هدايا وشهادات تقدير للأوائل والمتفوقين من الأطفال والأيتام والأسر الأكثر احتياجا. فعاليات أقامتها مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي داخل مدرسة بني هلال الابتدائية بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي يقوم به التحالف لتحفيز الطلاب على استمرار تفوقهم ودعمهم. المبادرة ستجوب كل الجمهورية بإذن الله، معظم المحافظات بنيجي نفرح الأولاد، عاملين لهم كرنفال، عاملين لهم كمان تكريم شهادات تقدير، ملابس وهدايا. حافز قوي للتلاميذ كمان، اللي هو التلميذ لما بيلاقي دافع وراه طبعا بيكون نشاطه بيزيد واجتهاده بيزيد. لا شك أن الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال تعد نتاج مجهود وأهداف نجح التحالف في تحقيقها، وهو ما ظهر من خلال كلمات هؤلاء الأطفال وحرصهم على توجيه الشكر للقائمين على هذه المجهودات. أنا جيت اتكرمت وإن شاء الله ماما تكون سعيدة بي. عايز أشكر مؤسسة نبيل الكاتب على الهدايا الحلوة اللي هم عطاها لنا. يوم حلو، أنا كنت جاي عشان ناخد شهادتي علشان تفوقي يعني واجتهادي في الامتحانات. ناس محترمة جدا والدكتورة نيفين طبعا، وكان يوم جميل. فعاليات تقام دائما من قبل التحالف يهدف بها إلى الاستمرار في دعم الفئات الأكثر احتياجا معنويا واقتصاديا من أجل حياة كريمة لكل محتاج في ربوع مصر كافة. حاجة جميلة جدا بتعملها التحالف الوطني ومؤسسة نبيل الكاتب خاصة يعني. بنتي الحمد لله أخذت شهادة تقدير وأخذت الهدية، وأنا بشكره، اليوم كان جميل النهاردة وما شاء الله كل حاجة ماشية تمام. بتحصل الغيرة بين الطلبة وبعضها لتكريم الطلبة. النهاردة الطالب اللي هو ضعيف شوية عاوز يبقى يجتهد. بنشكر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على اليوم الجميل دوت، وبنشكر مؤسسة نبيل الكاتب على الهدايا الحلوة اللي جابوا لها وشهادة التقدير للأولاد، وفرحوهم وحفزوهم إن هم يتشطروا أكتر وأكتر يعني. وبجانب هذه الأجواء تم توزيع ما يقرب من 150 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا، وما يقرب من 150 قطعة ملابس، في مشهد يعكس اهتمام مؤسسات التحالف وحرصه على دعم الفئات الأولى بالرعاية كافة.